عن الكابتن أسامة خليل اللي تقريبا بقى بيسخر الحلقة لمهاجمة النادي الأهلي بشكل السم في العسل. لا ده مش سم في عسل، السم ده واضح؟ اتهامات كمان مرسلة واتهامات لمسؤولين بعينهم، وطبعا الكلام بيكون واضح وصريح كل اللي بيدور حواليه. وعلى فكرة احنا مش متضايقين، احنا بالعكس ده فرصة ان احنا نؤكد كل مرة ان في خطأ كبير جدا 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 ان اسمك يقترن بأي شيء له علاقة بالنادي الأهلي. هنطلع نشوف تناقض جديد لأستاذ أسامة خليل ما كانش في الحلقة دي، كان في حلقة سابقة بيتحدث فيها عن فكرة انضمام كهربا للنادي الأهلي. نطلع نشوف الفيديو ونرجع معك. بقالنا شهرين ها لا نتحدث، يعني بالظبط 3 ايام والرابع او 4 ايام والخامس الناس تتكلم على ان كهربا جه، كهربا دخل، كهربا ماشي في الشارع، كهربا قرب من الجزيره، كهربا دفع فلوس النادي اللي بيلعب فيه، لا كهربا خلاص بقى 4 سنين ونص، لا ده خد مقدم العقد. ايه الوهم اللي احنا عايشينه ده؟ ده اسمها افلاس في الصحافه. بس انا مش شايف ان هو افلاس بقى قوي، انا شايف هو توجيه من جماهير، من مؤسس، من شيء خفي عايز يعمل فتنه ما بين الاهلي والزمالك. خلي بالك هذا الامر بغض النظر عن كهربا، يعني هو لازم نقول هو من نجوم الزمالك طبعا، وهو امر مؤثر زي بالظبط كده زي الجرح اللي سببه عبد الله السعيد، رغم ان موقف عبد الله السعيد مع النادي الاهلي مختلف تماما، لان عبد الله السعيد كان عقده انتهى وكان من حقه ان يتعاقد، ما كانش هرب زي كهربا. فهو برضه في الاخر جمهور الزمالك يعني حازز عليه نفسه في هذا الامر، فما تلاقي ان كل يوم الاعلام يا سيدي خلاص هو راح، زي ما انت قلت هو راح، احنا بنشغل نفسنا في ايه؟ وعايز اقول لك ان اداره النادي الاهلي بس هم بس احنا بننسى. تملي دي قاعده عندها، انا ما بعلنش على حاجه قبل ما تخلص. هنا في شقين في الكلام، حب استاذ اسامه خليل يتبنى دور الاعلام الواعظ اللي احنا نتفق معاه في الحته دي، ان هو بيشوف ان الحديث عن فكر الكهرباء وان كهرباء انتقل من نادي لنادي وان حصل مشكله او كده ده بيثير الفتن بين الجمهورين. حلو، اسامه هيرجع ويرد فيما بعد في ده، ولكن في نقطه مهمه جدا، هو وقف عند فكره انتقال عبد الله السعيد ودلل على موقف الزمالك انه مش مشابه وما كانش فيه اي مشكله، واحنا هنفضل بنؤكد ان الفكره دي مش هتمرر. حضرتك بتتحدث عن عبد الله السعيد لاعب في 6 شهور الاخيره، الفيفا بيقول ان من حقه التفاوض المباشر مش من خلال النادي بتاعه، مع النادي اللي عايز يضمه يتفاوض مباشره معاه، ولكن يكون النادي اللي بيضمه على علم بالمفاوضات من مبدا الفير بلاي. ولكن حضرتك هنا جيت اتكلمت ان ده اجراء قانوني، ماشي هنيجي نقول حالات قليله قوي ان انت بتخطر في اخر ال6 شهور هنمشي في الحته دي، ولكن جيت عند كهربا اللي اتكلمت ان هو موقف مختلف تماما. كهربا في حاجه، انت لو بتاخد بالمعايير دي كهربا لاعب قد يكون بينه وبين نادي السابق خلاف عند اتحاد الكره، انتقل لنادي خارج مصر خالص، كان وارد يرجع على بيراميدز، يرجع على الاهلي، يرجع على اي نادي، رجع للنادي الاهلي، النادي الاهلي مش طرف خالص في مشكلته مع نادي الزمالك. اما وان حضرتك تفتش في النوايا فحضرتك ما بتعملش ده الا من جانب واحد، وده عوار واضح جدا في وجهات النظر، ولكن هل توقف يا اسامه العوار عند الحته دي؟ بس هو ربما يكون معاه حق، يعني ان احنا ما ينفعش نقعد نتكلم عن كهربا شهرين، حتى لو قعدنا نتكلم عن عبد الله السعيد نفس التشبيه اللي جابه 4 شهور حتى وهو بيلعب مع النادي الاهلي، حتى وهو بعد ما انتقل لاهلي جده، حتى لما رجع بيراميدز وضغوط كتيره جدا وفكره خدنا قلب النادي، لا ده عادي جدا ما فيهوش مشكله، لكن مشكله جدا مع كهربا. متفق معاك جدا، متفق مع مبدأك، بس دي كانت حلقه قديمه. تعال نشوف حلقه امبارح كده، انت كنت بتتكلم عن مين؟ ما عندناش دراسات تسويق، دي نمره واحد، وما عندناش مسوقين، لا ما عندناش دارسين، لان احنا اساسا يعني عايز اقول لك احنا ما عندناش اجهزه فنيه واعيه ودارسه ومتعلمه وتقدر تنمي الكوره. ليه؟ لان احنا بنتكلم في 5 6 اسماء مثلا في الكوره، ما عندناش قواعد حتى في ادبيات التعامل ما بين الانديه وبعضها بعض. ما عندناش ادبيات في قواعد في ادبيات التعامل، انا بشوف لعيبه بيبقى عايز يضرب الحكم وما زال يا ابني اشطبه، في لاعب في ماتش في الزمالك، ماتش في الزمالك لقيت لعيب الزمالك بيعترضوا فعلا، يعني انا صعب عليا الحكم بقت ظاهره. ايه ده؟ ايه ده؟ في كان بيحسب ضرب جزاء تلاقي الناس داخله عليه زي كونه يضربوه. بس انت عايز تقول عايز تطلب من اللعيب مثلا ان هو ايه؟ في حين ان النادي مثلا انا مثلا قضيه الكهرباء، انا احب اتكلم في قضيه الكهرباء،
كهربا لعيب جيد ورائع وعظيم بس خلي بالك الوقت يداهمنا يعني لا لا لا, لا عايز اكلمك علشان اوريك يعني عدم النظام وعدم وجود القواعد. هذا رجل لديه عقد مع نادي واتحاد الكره معترف به, نادي اخر بيخرجه بره بيرجعه تاني عادي خالص. خلي بالك جزء من ازمتنا, معلش عايز اكملها لك, في ازمه الصناعه الاعلام. هذا اعلام اسوأ من الصناعه لانه فعلا يعني يكبر الاهلي ويكبر الزمالك. هو ايه اللي حصل يا استاذ اسامه؟ ايه اللي حصل؟ كنت بتقول في حلقه قديمه مش عايزين نقعد نلقي الضوء على كهربا وعيب من الاعلام ان هو يتكلم شهرين. المره دي بقى انت اصلا قضيتك ما كانتش كهربا, وحتى السؤال اللي توجه لك ما كانش فيه سؤال متوجه خالص يخص كهربا. انت كنت بتتكلم عن فكره عن ما عندناش احتراف, ما عندناش مش عارف ثقافه ايه, ما عندناش تسويق, ما عندناش, ده احنا ما عندناش صحافه, ما عندناش اعلام بالشكل ده كمان. لما نقعد نردد كلام احنا نفسنا بنتناقض معاه. كابتن مدحت بيقول لك بس سريعا عندنا وقت, قلت له ده انا عايز اتكلم في موضوع كهربا. يعني ده انت اللي عاوز بقى, يعني انت اللي عاوز تتكلم في موضوع كهربا, فازاي جاي تتكلم وتقول بقالنا شهرين بنتكلم في قضيه كهربا؟ هل هو الموضوع لما لقينا كهربا فايق وشال الضغوط من عليه ولعب وسجل هدفين ايا كان المنافس في النهايه, هو خلاص رفع الضغوط من عليه وبدا يدوب مع الفرقه وكان هيسجل هاتريك مع اول ظهور والدنيا حلوه جدا, فانت جاي بقى نقوم نجيب سيره كهربا وعاوز اتكلم عن كهربا عشان تجر الاعلام لفكره الضغوط؟ انا متهيألي كابتن مدحت يعني خد الكلام منك على اساس ان الفاصل انتهى او ان الحلقه انتهت ومعلقش, ولكن احنا بس حبينا نوضح ان اللي انت بتقوله من اسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين بترجع تفعل عكسه تماما في صوره بقت متكرره جدا في تناولاتنا للريمونتادا, فكره التناقض. رجاء احترموا عقول المشاهدين, احترموا عقول المشاهدين عشان ده بيأثر شئنا أم أبينا في جيل ممكن يكون عندهم 17 18 سنة بنكون وجهة نظر أو صورة ذهنية ليهم عن الإعلام الرياضي بشكل سيء جدا. أكيد يا أحمد, وبعدين هي بتتلعب بحرفية شديدة جدا فكري.